عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير. معكم فرح من قناة فضوحة شانيل. اليوم غادي نشارك معكم كيفاش نقدمو البانديمي. كنحتاجو في المقادير جوج طريفات ديال البانديمي، نحتاجو فروماج ساندويتش، جوج بيضات، طريفة ديال الزبدة ولا الزيت البلدية. دوزو دابا الطريقة. غادي نطربو البيض. دابا بدات المقلاة تسخن، ندير واحد شوية ديال الزيت العود، البيض ديال الزبدة يديرها. طربنا جوج بيضات، نديرهم دابا. ندير الخبز، تيتحمر لنا هاد الجناب تاع البيض اللي نقلبوه. نجيو هذاك فرومان ساندويتش هنا، نقلبو على هاتش. هادو يقدرو يدوه لوليدات المدرسة، كيصلح للفطور. هاد الطريقه شفتها عند واحد الشينوي عجبتني، قلت نطبقها معاكم. دابا صافي نطفو عليها نطلق. الشكل النهائي ديال الخبز اللي قدمت معاكم. الى عجبتكم الوصفه اشتركوا في القناه، ديروا لايك، شاركوا الوصفه مع الاصدقاء. بالصحه والراحه.